وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا شيخ مصطفى، سؤال بارك الله فيك. وفيك. هل يجوز أكل لحم الحصان؟ يجوز أكل لحم الحصان. قالت أسماء كما في البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وورد نحوه عن عدد من الصحابة أيضا. وبالله التوفيق. أخوكم من غرفة التحكم يقول: في ناس تقول إن الحصان يؤكل منه الربع فقط، لا دليل على ذلك. السلام عليكم.